خد يا امين صور اللقطه دي. اثبت يلا اثبت يلا اثبت ايدك تحت ايدك تحت ايدك ولا نزل ايدك نزل ايدك نزل ايدك 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 تحت ايدك تحت تحت ايدك ايدك تحت ايدك تحت ادوا يا باشا ادوا نزل ايدك 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 نزل ايدك نزل ايدك ايدك فضيحه في لشبونه 8 8 8 ازاي؟ لا ازاي؟ لا لا بجد حد فهمني يعني حد يكلمني يفهمني. 8 بايرن ميونخ تكسب برشلونه 8 نتيجه ولا في الخيال ولا في الخيال حرفيا ولا كانك تلعب ماتش بلاي ستيشن. برشلونه اخطاء بالجمله من عناصر لتكتيك من لعيبه من مدرب من كل حاجه. برشلونه النهارده ولا كانها فريق من الدرجه الثانيه ولا فريق مصعد البوندس ليجا حديثا. حتى انا بايرن ميونخ لا بايرن قدم كل حاجه انضباط تكتيكي وضغط عالي لعيبه فايقه لياقه بدنيه عاليه فنيا جاهزين كل حاجه عند بايرن ميونخ كانت بيرفكت على عكس تاني لاعب برشلونه ما كانتش موجوده في لشبونه من اصلا. هنتكلم النهارده عن حاجات كتير قوي في برشلونه وحاجات اكتر في بايرن ميونخ. قبل ما نخش في الحلقه ننزل نعمل لايك ونعمل سبسكرايب في القناه واشترك في الجرس عشان يجي حلقات اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. بايرن ميونخ بقى النهارده المباراه بالتشكيله اللي الناس كلها من قبل المباراه اللي هي متوقعه الـ4-2-3-1 اللي متوقعه جدا قبل المباراه. لكن الناحيه الثانيه برشلونه وكيكستين نوعا ما فاجئوا الناس مش بعناصر اللي في الملعب لا بالفورميشن التشكيل اللي هو الرسمي التكتيك اللي هو 4-4-2 ده الناس اللي اتفاجئت بيه اللي هو ما كانش حد متوقع قوي اللي هو يبدا بيه. بس كيستين متفاهم اللي هو بدا باثنين في نص الملعب عشان الضغط ما يبقاش على بوسكيتس لوحده. لكن الغلطه الاولى لكيستين هي الاطراف ان انت لعبت باطراف مكون من سيرجي روبرتو وفيدال فالاثنين ما يدروش يعملوا لك اي حاجه على جبهه الاطراف بتاعه بايرن. وبالعكس الاثنين اللي لعبوا دول سيرجي روبرتو وفيدال ادوا اريحيه كبيره جدا للباكات بتاع بايرن ميونخ الفونسو ديفيز وكيميتش انهم يزيدوا مش خايفين ويزيدوا جدا ويعملوا اسيستات ويجيبوا جوان. ده اللي خلى النهارده برشلونه دي اول غلطه لبرشلونه انه الاطراف بتاعتك ما كانتش موجوده. الغلطه الثانيه لبرشلونه وهي الضغط العالي من بايرن ميونخ. بايرن ميونخ بدا المباراه من اول دقائق المباراه ضغط عالي ضغط عالي ضغط 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 ضغط. فانت المفروض في الضغط دون برشلونه نازل المباراه عايز يلعب دفاع متقدم عايز يلعب ضغط عالي على بايرن ميونخ عشان ما يبداش الكوره من تحت لفوق. لكن برضه حاجه ثانيه نسيها كيكستين تقريبا ان بايرن ميونخ لو عجز ان يلعب الكوره من تحت لفوق على الارض في حارس اسمه مانويل نوير بيدي كرات او بيدي سلفات من المرمى بيودي لعيبه فيها انفرادات. انت ايه يا معلم؟ لعبت دفاع متقدم وكان الضغط مش على ما يرام تماما الضغط ما كانش موجود ضغط سيء 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 من برشلونه ادى ان انت اي كوره في ظهر الدفاع بتروح بها انفراد. اي كوره في ظهر دفاع برشلونه بتروح بها انفراد لان انت بتلعب دفاع متقدم ومفيش ضغط عالي مفيش ضغط عالي. الحاجه الثالثه وهي المساحه اللي ما بين نص الملعب وما بين المدافعين. في ظل ان برشلونه بيلعب دفاع متقدم لان في مساحه ما بين نص الملعب وبين المدافعين. المساحه دي كان بيشغلها مولر كان بيشغلها ليفاندوسكي احيانا كمان كان بيشغلها جنابري. المساحه دي لما مولر كان بينزل ويسرق فيها المدافع كان بيفضي مساحه ليفاندوسكي من ظهر المدافعين ولو كان ليفاندوسكي بينزل بره شويه علشان يسرق معاه مدافع بيفضي مساحه لمولر بيفضي مساحه لجنابري بيفضي مساحه كمان لبيرزيتش. ان انت بتلعب بخطه مش متوازنه خطه مش عارف تكواكب معاها سرعات بايرن ميونخ لان بايرن ميونخ بيضغط عليك ضغط شرس شرس. اي لاعب من برشلونه حامل الكرة ضغط 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 لحد ما يخلص من الكوره. ومش الضغط ده بايرن ميونخ بيعمله في نص ملعبه لا بايرن ميونخ اول ما بيفقد الكوره من برشلونه لو في نص ملعب برشلونه بيضغط ضغط شرس على حامل الكوره لحد ما يستخلص الكوره من جديد. ولما بيستخلص الكوره من جديد وبيروح في الحاله الهجوميه بايرن ميونخ بيبقى تقريبا 7 أو 8 لعيبه جوه منطقه الجزاء وعلى حدود منطقه الجزاء. فبايرن ميونخ سرعات ضغط عالي انضباط تكتيكي انضباط تكتيكي من لعيبه نص الملعب ان جريتسكا وتياجو ما فتحوش على الرابع وان هو ابتدى يهاجموا وخلاص اللاعب فريق ضعيف لا جريتسكا وتياجو كانتارا كانوا بيضغطوا الضغط شرس على ميسي كل ما يمسك كوره. وكان بيرجع كمان يساندوا في الحته دي مولر كانوا بنشوف كذا كوره مولر بينزل لنص الملعب عشان يساند جريتسكا ويساند تياجو لان ميسي ابتدى يسيب الاطراف ابتدى يخش قلب الملعب عشان يستلم الكوره من نص الملعب وابتدى هو الهجمه كان بيضغط عليه ضغط شرس شرس شرس.
النهارده شفنا كتير جدا ميسي اضطر ينزل لبعد نص الملعب علشان اللي هو يبدا الهجمه، لان نص الملعب بتاع برشلونه مش قادر يبدا الهجمه، سواء ديونج او بوسكيتس من عمق الملعب، الاثنين مش قادرين يبتدوا الهجمه، فبتضطر ان ميسي ينزل لبعد نص الملعب علشان يبدا لك هجمتك. ولما كان ميسي لبعد نص الملعب عشان يبدا الهجمه، اول ما بيستلم الكوره بيلاقي ضغط من لاعب ومن اثنين ومن ثلاثه عشان يستخلصوا الكوره من ميسي. فانت يا معلم كنت المفروض اول ما لقيت كده تغير التكتيك. لقيت باير اللي بيلعب ضغط عالي وبيلعب لعبته سريعه والريتم بتاعه سريع جدا بالكوره، والثانيه والثالثه بيوصل لمنطقه جزاك، خلاص اهدى، ما تلعبش دفاع متقدم، ما تلعبش ضغط عالي، ارجع لورا شويه، تراجع خطوتين لورا، وقف في مناطقك، وقفل المساحات، وقفل الملعب، والعب على هجمه مرتده. خرج فيديال، خرج سيرجي ريبيرو، تلعب بثلاثه نص ملعب، بيلعب وينج زي مثلا ديمبلي، يقدرك يجري لك بسرعات. لكن انت النهارده ما فكرتش ده تماما، قعدت 45 ساعه ب 4 4 2 وينج فيها فيديال ناحيه الشمال، وينج ناحيه يمين، سيرجي ريبيرتو مش عارف تعمل اي حاجه، مش عارف تعمل اي خطوره على المساحه اللي بتبقى في ظهر مدافعين باير لما بيبدا اللي هم يهاجموا. لو الكارثه الثانيه اللي برشلونه ما قدرش يستغلها لبيوتنج وقلب الاثنين قلبين الدفاع مرتبكين، فانت لو كنت ضغطت عليهم ضغط عالي وضغط صح كنت قدرت تستخلص منهم الكره في نص ملعب باير، لا ده ممكن تستخلص الكره جوه منطقه جزاء باير. النهارده في اول كورتين قلب بيشلت وبيشيل الكره، ثالث كوره جاب جون في نفسه، لان باير شيلونه كان نوعا ما بيشكل ضغط على دفاع باير. لكن اول ما دفاع بايرن ابتدى ياخد شويه اريحيه وابتدى ياخد الكوره ويبدا الهجمه براحته جدا، خلاص خلاص ابتدى اللي هو برشلونه يستقبل اللعبه بس، ابتدى اللي هو يستقبل اللعبه بس. برشلونه ما فيش اي خطوره منه الشوط الاول، من بعد الجول، من بعد الجول بايرن ميونخ واكل اخضر واليابس، ضغط عالي، استحواذ على الكوره، ريتم سريع، اجوان، كل حاجه، كل حاجه بايرن مستخلصها، كل حاجه بايرن هو كويس فيها. الباكات بتاعته كيميتش وألفونسو ديفيس واكلين الملعب، كلين الملعب رايح جاي. الكانتارا وجريتسكا شايفين شغلهم كويس جدا في نص الملعب، وكمان بيزيدوا جوه منطقه جزاء برشلونه وبيشكلوا خطوره، وبيرجعوا ويضغطوا على نص الملعب عشان يستخلصوا من الكوره. مولر النهارده جاب جونين وعمل شغل عالي جدا في الضغط على ميسي بالذات. ليفاندوسكي نوعا ما كان بيشغل دور تكتيكي اكتر من انه يجيب اهداف النهارده، لكن الدور التكتيكي ده فات جدا البايرن، لان ليفاندوسكي لما كان بيخرج برمتات الجزاء او كان بيروح على اطراف سواء يمين او شمال كان اجباري بيسحب معاه مدافع فبيفضي مساحه في العمق سواء لمولر او جنابري او بيرزيتش. طبعا طبعا، وده ادى ان برشلونه تخرج الشوط الاول خسرانه 4-1. 4-1 الشوط الاول دي فضيحه في حد ذاتها، فضيحه. انا كنت قاعد بفرج مع اصحابي على المباراه في الشوط الاول لما خلص 4-1، قلت لهم يا معلم الماتش ده بالميت يخلص 7، هيخلص 7. كله قال لي لا بعيده، بايرن ممكن يخش الشوط الثاني مريح شويه، برشلونه يبتدي يفوق. قلت لهم الماتش ده يخلص 7، متوقع نتيجه كبيره 7، لكن 8 كانت ممكن كمان لو في وقت اكتر كان ممكن تخش في 9، واللي كان ممكن كمان لو في وقت ممكن تخش 10 وتبقى فضيحه 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 فضيحه. ميسي النهارده ما كانش باين. بوسكيتس وديونج في نص الملعب بالضغط اللي بيضغط عليه نص ملعب بايرن بيفقد الكوره جوه قدام منطقه جزاء بايرن، لان انت لما بتستلم نص ملعب برشلونه لما بيستلم الكوره قدام منطقه جزاء برشلونه بيبتدي عايز الكوره يطلع من تحت لفوق، فانت بتيجي تطلع من تحت لفوق مولر اللاعب نمرة 10 بينزل عشان يضغط عليك ويقفل عليك المساحه، وتلاقي لاعب من نص الملعب تاجو كانتارا بيخش ويضغط عليك، وبتلاقي لاعب من الطرف الجاي بيضغط عليك، لو مش لاعب الطرف ده ما دخلش قلب الملعب عشان يضغط عليك بتلاقي اثنين سواء جريتسكا او الكانتارا وبتلاقي مولر، فده بيبقى عليك اثنين ضغط فاكيد هيستخلصوا منك الكوره، والضغط مش هو بيحلقه لا، الاثنين بيخشوا ضغط شرس شرس. خلص الاول 4-1، كيكستين دخل الشوط الثاني بتغيير، خرج سيرجي روبرتو ونزل جريزمان وينج شمال كالعاده، ما فاتش باي حاجه، جريزمان ما بانش في المباراه لحد لما خرج، لحد ما برشلونه خرج يعني خلاص، لحد ما الماتش بيخلص ما بانش في اي فرصه، ما بانش في اي هجمه، ما عملش اي حاجه. لا بالعكس انت خليت برشلونه متكتف اكتر لانه بقى بيلعب بثلاثه في نص الملعب. ثلاثي في نص الملعب ما بيشكلش شغل هجومي، بيشغل شغل دفاعي اكتر. لكن اربعه وبرشلونه جاب جون اربعه، بعد كده بقى 4-2 وقلنا ها ممكن في امل، لكن بعد الجون الثاني برشلونه خلاص بايرن قال لك انا مش هسمي. ضغط 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 ضغط، خلص الماتش خلص الماتش، مفيش فرصة مفيش فرصة. خامس في ثالث في سابع في ثامن، كوتينيو بينزل على الدكة بيعمل اسيست ويجيب جونين، اسيست للجون السادس لليفاندوسكي وجونين على طول السابع والثامن. فضيحة فضيحة ممكن تكون
اقول لك حاجه، الفضيحه اللي حصلت النهارده دي ممكن تكون مميزه لبرشلونه. واحد يقول لي يا معلم ازاي انت مجنون، دي فضيحه. اقول لك ممكن تكون مميزه ليه؟ ان برشلونه يتغير تغيير اداري تغيير فني، هيتغير، هتلاقي ثوره برشلونه سواء من ناحيه اللعيبه او من ناحيه المدير الفني او من ناحيه الاداره. شوفنا كيكستين خلاص بيمشوه بعد الماتش ده، اكيد اقل حاجه لازم مش كيكستين. بس سمعنا اصوات تانية ان ميسي بيقول لك انا مش يعني مش كافي انه يشيل المدرب، بس عايز ناس تانية تمشي. فبرشلونه تخبط من 2016 من بعد ما خرج دوري ابطال 2015 2016 بيخرج من اتلتيكو مدريد، 2017 بيخرج من بايرن وما بيخرج من يوفنتوس وبيخسر في اليوفنتوس ارينا 3-0. في 2018 بيحصل عليه ريمونتادا من روما وبيخسر في الاولمبيكو 3-0. في 2019 بيكسب ليفربول 3-0 وبيجي في الانفيلد بيخسر 4. و2020 بتخسر من بايرن 8. اربع سنين من التخبط التام لبرشلونه. هنشوف ثوره برشلونه على مستوى اللعيبه، على مستوى الاداري، على مستوى الفني، على مستوى كل حاجه. فضيحه لبرشلونه. مبروك 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 لجماهير بايرن، فريق 100% مرشح ان ياخد اللقب. لا بل هو فريق الوحيد اللي الناس تقول بقلب جامد الفريق ده ممكن ياخد دوري الابطال السنه دي. مباراه نشوف مباراه ممتعه جدا، لو سيتي صعد نشوف مباراه ممتعه بين بايرن وسيتي. بس ده كان رايي في مباراه برشلونه وبايرن ميونخ. خد رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل بايرن ميونخ قادر على الفوز باللقب ولا ممكن نشوف مفاجاه وسيتي يصعد مثلا او يوصل نهائي بايرن ويخسر من باريس او لايبزيج؟ قول رايك في الكومنتس، هل بايرن قادر على الفوز ولا لا؟ وقول لي برشلونه هل هيحصل في ثوره زي ما قلت ولا لا؟ ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب القناه واشتراك وفعل الجرس عشان يجي لك حلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا ديسكربشن تحت فيسبوك وتويتر وانستجرام، ويا باشا على فيسبوك، تويتر على تويتر. وكان معاك مصطفى، نشوفك الحلقه الجايه. سلام.